السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أول شيء قبل ما نبدأ الوصفة تاع اليوم، حبيت نشكركم على 1000 مشترك. الحمد لله لحقنا في القناة 1000 مشترك. نشكركم على هذا الدعم اللي قدمتوه للقناة، ونتمنى أنكم دائما تواصلوا في دعم القناة. بالنسبة للوصفة تاع اليوم، هي عبارة عن كوكيز برقائق الشوفان اللي هما لي فلوكون دافوان. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، واللي مازال ما اشتركوش في القناة نتمنى انهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس ليصلهم كل جديد. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير. الوصفة هذه نحتاج الى 75 غرام من المارغرين اللي تكون طرية، راني حطيت معها قرصة ملح، 125 غرام من الزيت، 200 غرام من السكر. انا هنا استعملت السكر البني، تقدروا تستعملوا السكر الابيض. زوج حبات بيض. عندي 200 غرام من لي بيبي دو شوكولا، وتقدروا تستعملوا اي نوع من الشوكولا تحبوه. عندي هنا 150 غرام من الزبيب، 250 غرام من رقائق الشوفان اللي هما لي فلوكون دافوان، 250 غرام من الفارينة، عندي ملعقة صغيرة من البيكربونات، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعندي هنا 50 غرام من الجوز. هي من المفروض 100 غرام من الجوز، انا هذا واش كان عندي، دونك راح نستعمل 50 غرام. دونك هذه تبقى امور اختيارية. نبداو مباشرة بطريقة التحضير اللي هي جد سهلة. راح نخلطوا الزيت، المارغرين، البيض والسكر. اول مرحله نضربهم بالفوي. دوك اللي يحب يستعمل الباتور يقدر يستعمل، واللي يحب يستعمل لو بيترين تانيت يقدر يستعمل. هاو الخليط تاعنا كيفاش يجي، يولي شوفوا شغل يولي كريمي هكذا. هنا في هذه المرحله راح نضيفوا رقائق شوفان، البيكربونات والفانيليا، بعد نضيفوا الفرينه. هنا في هذه المرحلة نستعمل يدي هنا، العجينة راهي طرية. دوك نضيفو الزبيب، الشوكولا والجوز. الجوز هنا انا ما رحيتوش، فتتو برك في يدي، قسمتو غير باليد برك. هكذا نكمل ندخل كل هاد المقادير، ومن بعد واش ندير العجينه، نحطها في فريجيدار او في الثلاجه ترتاح، تشد روحها مليح، من بعد نشكلوها مع بعض ان شاء الله.
بعد ما ارتحت العجينه في الثلاجه خليتها انا نص ساعه، هاي كيفاش تولي هذيك. من بعد وزنتها او درتها هكذا ديبول كريات تاع 25 غرام، ودركا واش راح نديروا لهم بهذه الطريقه فقط، نبلاطيوهم برك شويه هكذا، نضغطوا عليهم شويه هكذا فقط ونحطوهم هنا. السميوه تاع الفرن راني حطيت لها هذا البابي دو كويسون، ورق الطهي هكذا بهذه الطريقه، نضغطوا عليهم فقط شويه ونحطوهم. انا في هذه الاثناء الفرن تاعي راهو يسخن على 150 درجه، راح نطيبوهم على 150 درجه لمده حوالي 20 دقيقه. هنا دائما نقولوها هذه انه كل وحده والفرن تاعها، تقدر تكون شويه اكثر المده تاع الطهي كيما تقدر تكون شويه اقل. حاولوا فقط انكم كي تحطوهم في السميوه ما تقربوهمش لبعضهم، باش كي يخمروا شويه ولا يزيدوا يتبلاطاو ويحطوا شويه في الطياب ما يتلصقوا لكمش. فوالا هكذا بهذه الطريقه نضغطوا عليهم فقط شويه ونحطوهم. دوكا انا نكملهم كامل، ندير نطيبهم على كيما قلت لكم 150 درجه، بعد ما يطيبوا نوريهم لكم جاهزين ان شاء الله. هامليك لي كوكيز تاعنا بعد ما طابوا، هامليك جاو شوفوا من اروع ما يكون البنه، واش نقول لكم، وزيد فيهم قيمه غذائيه كبيره، زبيب والشوفان والجوز هذه كلها مكونات اللي فيها قيمه غذائيه كبيره ومليحه بزاف للصحه تاعنا. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم، والى فيديو اخر بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.